زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة ان النهاردة بتمر علينا الذكرى الـ54 على معركة شدوان المجيدة اللي بيتم الاحتفال بيها يوم 22 يناير من كل سنة، واللي شارك فيها ابناء الغردقة من الصيادين مع القوات المسلحة المصرية في صد الهجوم الاسرائيلي على جزيرة شدوان في 22 يناير عام 1970. عشان كده النهاردة اصبح اليوم او هو العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر وبيتم الاحتفال به من كل سنة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن طبعا هذه المعركة من ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف دلوقتي، اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات والاستراتيجية. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يعني النهاردة بتمر علينا الذكرى الـ54 على معركة شدوان المجيدة، حابين حضرتك تكلمنا أكتر عن هذه المعركة. يعني بنتكلم عن جزيرة مساحتها 70 كيلومتر، رفض جنودنا من قوات المسلحة التخلي عنها طبعا مع مساعدة الصيادين من محافظة البحر الأحمر. كلمنا أكتر عن هذه المعركة بالتفصيل. الأول بقول كل سنة وانتم طيبين لأهلنا في البحر الأحمر والمصر طيب. كلها ملحمة من ضمن الملاحم اللي دايما قواتنا المسلحة بتلاحم مع شعبها وأبنائها من كل الفئات ومن مختلف الاتجاهات، اللي دايما أبدا ما بيكون لهم يعني البصمة الرئيسية في صياغة المستقبل وإنجاز الإنجاز. ملحمة بطولية شعب مصر وجيش مصر، بطولات وإنجازات، فده يعني بنأكد على إن مصر دايما أبدا ما هي في طليعة الدول اللي بتقدم ومن خلال شعبها بطولات وإنجازات عبر التاريخ. مصر كانت في مرحلة فارقة في هذا التوقيت، كنا في حرب الاستنزاف سنة 70، وكانت إسرائيل عايز وفي نجاحات كبيرة جدا في هذه المعركة، وكان في حرب الاستنزاف يعني تحديدا، وكان في نجاحات متتالية ومتوالية، وبالتالي كانت إسرائيل عايزة تكسر هذه الشوكة وهذه النجاحات المتتالية. حابة تعمل عمل من شأنه يعني ترويج لي إعلاميا. كان في رادار ومجموعة من أبناء الصاعقة المصرية موجودين على جزيرة شدوان، رادار بحري، فكانت عايزة توصل تحاول تستولي عليه وتروج لهذا الحدث إعلاميا وتكسر يعني الروح المعنوية العالية اللي لدى أبنائنا من أبناء الشعب المصري. ولكن بسالة وبطولة الشعب المصري والجند المصري قدرت العناصر دي والأبطال دول اللي رغم خلة عددهم في مواجهة قصف جوي وبحري وأيضا كتيبة مظلات من خلال الإبرار ومن خلال التدخل، يعني استمرت المعركة لمدة 36 ساعة محاولة للحصول على قطعة الرادار دي والاستيلاء على الجزيرة وتهيئ نصر زائف، ولكن أبناء القوات المسلحة المصرية والشعب المصري أبوا أن يكون أو يستسلموا لهذا الغرض أو الهدف، وبالتالي قدروا يحققوا نجاح منقطع النظير وقدروا يجبروا القوى العناصر الإسرائيلية دي انها تنسحب بعد 36 ساعه. في نفس الوقت اوقعوا فيها خسائر، يعني اثنين طياره فانتوم وميراج تم اسقاطهم، يمكن شهد احد الطيارين وهو بيسكن بمظلته وساب طيارته وسقط، اضافه الى 30 قتيل وجريح من العناصر الاسرائيليه. يعني ده كله يعني في اطار امتزاج يعني دماء الشعب المصري وابنائه مع بعضهم البعض. يعني عندي المقدم أركان حرب حسني محمد حماد مع الرئيس حميد عتيق ومحمد عتيق والرئيس عبد الإله محمد سعيد، دول من أبناء من الصيادين مع أبناء القوات المسلحة، دول استشهدوا ونالوا شرف الشهادة في سبيل تحقيق هذا النصر وفي سبيل تحقيق يعني الحفاظ على ذرة كل ذرة أرض من رمل من الأرض المصرية في سبيلنا ما توقعش في ايد احد او يروج لها اعلاميا ان هم قدروا يحققوا نجاحات في هذا الصياغه. يعني يا النصر او اما النصر او الشهاده، دي عقيده بالضبط. الجندي المصري يعني اللي اعتدنا عليها دايما. احكي لنا عن هذه العقيده، يعني احنا بنتكلم عن 36 ساعه من المعركه المستمره، نقدر نقول ان البطولات دي تمت يعني بطولات لا حصر لها. كيف اعتاد الجندي المصري منذ قديم الازل على تقديم التضحيات اللي اعتدنا عليها؟ الكلام ده متوارث من جينات الشعب المصري، احنا ما بنرتكنش على امور سهله ولا بسيطه، بل بالعكس احنا دائما بنواجه الصعاب ونتحدى التحدي
وعلى عبر التاريخ يعني الموضوع ملاحم بطوليه، يعني كل ديوب بيشهد ملحمه، يعني كل الاعياد القوميه للمحافظات المصريه مرتبطه بذكريات ادى فيها المواطن المصري والشعب المصري مع المقاتل المصري ملاحم بطوليه. لو قلنا بورسعيد، لو قلنا السويس، لو قلنا البحر الاحمر، لو قلنا حتى في المنصوره، حتى يعني عايز اقول كل سواء في الدلتا او في الصعيد او في خط القناه او ايضا في المناطق الحدوديه كلها بالكامل مرتبطه بمناسبات واعياد قوميه بذل فيها او ملاحم بطوليه الجند المصري مع الشعب المصري ملاحم ونتائج يعني نحتفل بيها وبنحطها نموذج ونبراس قدامنا عشان نتقدم وناخد خطوات للامام. يمكن يعني دايما ابدا احنا حاطين في اعتبارنا قدرتنا، عارفين عندنا قناعاتنا بذاتنا، عندنا عقيدتنا القتاليه النصر او الشهاده اللي دايما بنحطها قدامنا. احنا اللي يعني يمكن في ملاحم بطوليه تاتت في خلال الفتره اللي فاتت دي وظهرت بوضوح وبجلاء تؤكد على هذا الموضوع. يعني في 16 لما محمد امن شويقه احتضن الارهاب المفخخ وجري بيه عشان ما يخليهوش يصل الى تحقيق هدفه وغرضه بتفجير نفسه في احد العناصر المداهمه، دي بطوله ما حدش يقدر يعملها الا جينات الشعب المصري. الشعب المصري بيلتف عند الشدائد ويلتحم عند الشدائد يبقى على قلب رجل واحد. طالما حاول حد يوصل ليه او يوجعه، لا احنا كلنا بنبقى على قلب رجل واحد مصريا وعربيا. بالمناسبه احنا مش موضوع بقى القصر على مصر بس، مصريا وعربيا بنعمل هذا الكلام وبنحقق نجاحات مقاطعه النظير. انا عايزه كمان اتكلم مع حضرتك عن يمكن الدور اللي حضرتك اتكلمت عنه من شويه، انه دور الصيادين اللي كانوا بيستخدموا مراكبهم لتوصيل الامدادات العسكريه من شاطئ الجزيره خلال المعركه لطبعا جنودنا. انا ما اعتقدش ان كان في خطه مسبقه حقيقي. لا ابدا. ما كانش في خطه مسبقه. كان العلاقه وليده اللحظه وليده الصدفه، ودي جينات اتفقنا عليها جينات الشعب المصري. هو دائما ابدا ما بيهب لنجدة اخوه في اي مكان. يعني المصري يهب، يعني ان كان الجيش التف حول الشعب في 30 يونيو والشعب سند الجيش في 52 وهكذا، الملاحم متكرره يعني ارتباط بين الشعب وجيشه، لان الجيش من نبت الشعب. احنا فعلا جيش من نبت شعب محرم على ارحام نسائه ان جابوا غير الرجال. حقيقي يعني سواء جنود المقاتل المسلحه او الصيادين كان كل همهم هو عدم تمكن العدو من الجزيره. كلمنا عن النجاح ده في الاخر كان ازاي؟ اتكلل ازاي هذا النجاح في الاخر؟ ما قدرتش اسرائيل تحقق غرضها وهدفها الخبيث، في نفس الوقت قدرت الروح المعنويه للشعب المصري تحافظ على مسارها اللي ماشيه فيه في سبيل تحقيق الانتصار 73. ما دي خطوه كانت من خطوات الانتصار بتاع 73، انك تحقق نجاحات مقاطعه النظير في مراحل الاستنزاف اثناء الاعداد والتجهيز لحرب اكتوبر العظيم. دي اللي جت، ما دي النقطه او بذره نبتت وترعرعت وانجبت واثمرت عن انتصار يعني لا زال وحتى الان يدرس في كبريات المدارس العسكريه او الجهات العسكريه المعنيه طبعا او في كل العالم. طبعا 36 ساعه من عدم التنازل عن شبر واحد عن الارض. كمان احنا عارفين كلنا الامدادات اللي بتصل للعدو عامله ازاي، عارفين كلنا الميديا يمكن كانت بتروج لقوه العدو ازاي في الوقت ده. بعد كده الجندي المصري يعني ما تنزلش ولا عن شبر واحد ولم يتخلى عن موقفه في التصدي لهذا العدوان. ده المادة وده اللي دايما ماشيين عليه كعسكريه مصريه في اطار عقيدتنا القتاليه من جهه، ومن جهه ثانيه قدرتنا على الثبات في المواقف والتلاحم ضد اي تحدي بيقابل الدوله المصريه. حضرتك شايفه التحديات في محيطنا الاقليمي عامله ازاي، وشايفه وعي الشعب المصري ضد هذه التحديات الممنهجه. يمكن لسه بالامس السيد القائد العام للقوات المسلحه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيلتقي الرئيس الصومالي وبيأكد على هذه الجزئيه. يعني يمكن حضرتك شفنا احنا يعني لم نترك العرب، لم يلجأ الينا احد لنجدته او لنصرته ونتركه من الدول العربيه او من الدول الافريقيه. شفنا الموقف المصري الثابت والقوي اللي بدا بتأييد الموقف الصومالي ضد التغول الاثيوبي فيما يتعلق ب محاوله استيلائه او اتفاقه
على ارض على ميناء داخل ارض الصومال، او ما تسمى ارض الصومال من العاصمه المستقبليه داخل الشعب الصومال لدوله الصومال. في تعدي على السياده هنا في مصر وقفت ازاي في بيانها اللي ارسلته وزاره الخارجيه في الربط. ويمكن زي ما حضرتك بتقول التحديات يمكن الحاليه الاقليميه اللي بتواجه المنطقه بشكل عام، طبعا بنرجع تاني للمعارك القديمه دي وبنفتكر قد ايه يعني قوتنا وبساله واراده الشعب المصري طبعا وقوتنا او قواتنا المسلحه في التصدي لأي عدوان يمكن يريد النيل طبعا بأرض مصر. كل الشكر ليك اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية.